moyenne, il y a à peu près 3 ou 4 clients pour un véhicule vendu. Donc c'est vrai que c'est très difficile pour nous de répondre à la totalité de la demande. طلب يفوق بخمسة أضعاف العرض وأسعار لم تستطع مقاومة قواعد السوق الاقتصادية فقفزت لأعلى مستوياتها سوق استطاع وكلاء السيارات إغراقه بأزيد من 400 ألف مركبة بيعت خلال سنة 2014 قبل أن يختزل العدد ويتراجع بعشرة أضعاف إنشاء مصانع تركيب هو الآخر لن يوازن معادلة العرض والطلب فبعملية حسابية بسيطة نجد أن مصنع رونو سيقوم بإنتاج 60 ألف مركبة هذه السنة مجمع طحكوت هو الآخر صرح بأنه سينتج 60 ألف مركبة مجمع سوفاك تحدث عن 100 ألف مركبة سنويا وبما أن مشروعه انطلق منتصف السنة فلن يتعدى إنتاجه 50 ألف مركبة ليكون مجموع السيارات المركبة محليا 170 ألف مركبة تضاف إليها 30 ألف المعنية بالرخص فنتحصل على عدد إجمالي لن يتعدى 200 ألف سيارة أي 50% من الرقم المعتاد تسويقه قبل نظام الرخص معطيات جعلت بورصة الأسعار تصل أعلى مستوياتها وتؤثر سلبا على الزبون والوكلاء على حد سواء Je vais vous décevoir parce que concernant les quotas, je n'ai pas plus d'informations que vous, ni sur le volume qui sera attribué, ni sur la date. Donc nous faisons comme toutes les marques, nous attendons la décision. وضعية استمرت لأكثر من سنتين سنتان تحول فيها شراء سيارة إلى أصعب أحلام الجزائريين منالا في انتظار أن ترفع شركات التركيب من إنتاجها وأن تدخل علامات أخرى المجال للمساهمة في إعادة الاستقرار